اهلا بيكم في الحلقة 16 من سلسلة تعلم اللغة الانجليزية من تحت الصفر. والنهارده هنتكلم عن تالت زمن في المضارعات اللي هو المضارع التام present perfect. وقبل ما ابدأ عايزاكم تجيبوا ورقة وقلم وتسجلوا كل اللي هقوله في الفيديو. اول حاجة فيه هي تكوينه، بيتكون من verb to have في المضارع المناسب للفعل يعني مفرد ولا جمع، وشكل ed اللي هو اسم المفعول، فبيبقى عبارة عن has or have plus past participle اللي هو الED4. نيجي بقى لتاني حاجة فيه ألا وهي استعمال المضارع التام. رغم ان هو مضارع تمام الا ان علاقته بالماضي اوثق لانه بيعبر عن حاجة تمت تمام، وممكن نلاقي معاه ظروف زمنية زي just, yet, already, up till now, for, since, etc. اول استعمال ليه للتعبير عن فترة زمنية تمام انتهت حديثا لكن تأثيرها باقي. ازاي؟ يعني ما اقول I have eaten my breakfast، يعني ايه؟ يعني انا لسه مخلص فطاري، يعني انا شبعان دلوقتي. طيب اما اقول he has just read the book معناه ان هو قرا الكتاب حالا، يعني عارف اللي فيه. ممكن برضو نلاقي كلمات زي recently, lately, up to now, etc. في الجمل دي. تاني استعمال ليه هو للتعبير عن فترة زمنية لم تنتهي بعد، يعني مثلا ما بقول he has worked here for 5 years ولسه شغال. وبرضو مثلا لما اقول he has written 7 books وممكن يكتب كتب تانية. وعشان نعبر عن فترة زمنية لم تنتهي بعد ممكن نلاقي كلمات زي so far, yet, since, for, etc. برضو كلمات بتعبر عن فترة زمنية لم تنتهي بعد زي today, this day, this morning, this year, etc. ممكن نلاقي كلمات زي often و always دي بتعبر عن عادة مستمرة من الماضي ولحد دلوقتي. ثالث استعمال ليه هو للتعبير عن فترة زمنية انتهت ولكنها غير محددة البداية او النهاية، يعني ما اقول I have been to England يعني رحت انجلترا ورجعت. ولما بنتكلم عن فترة زمنية سابقة غير محددة بنستخدم كلمات زي ever و never etc. مثلا ما اقول have you ever seen a panda؟ No I have never seen one. ومن هنا هننتقل لتاني زمن معانا في حلقة النهاردة، هو رابع زمن في المضارعات، هو المضارع التام المستمر تمام. من اسمه هناخد تكوين معانا جزئين، جزء اللي هو present perfect تمام وجزء continuous. يبقى present perfect يبقى has or have been تمام اللي هو المضارع المناسب للفعل من verb to have واسم المفعول لverb to be، والشق الثاني هيبقى اسم الفعل اللي هو شكل ing ing form اللي هو اخدناه من جزئية المستمر. بالنسبة بقى لاستعمال المضارع التام المستمر فهو نفس استعمال المضارع التام لو حبينا نعبر عن طول الفترة الزمنية اللي بيحدث فيها الفعل. وبالذات اول استعمال بقى ليه للتعبير عن فترة زمنية ممتدة من الماضي تمام وحتى الان وما زالت مستمرة، يعني ما اقول she has been listening to the radio since noon، يعني كانت بتسمع الراديو من الظهر ولحد دلوقتي لسه بتسمعه. I have been driving for 6 hours يعني انا بسوق من 6 ساعات ولحد دلوقتي لسه بسوق. وعادة برضو هنلاقي since و for في الجمل. تاني استعمال لي الزمن ده هو للتعبير عن فترة زمنية ممتدة من الماضي وانتهت حالا، يعني اما اقول I have been waiting for you since 6 يعني انا مستنيك من الساعة 6 تمام وكنت لسه مستني قبل ما انت تيجي على طول. He has been sitting here a moment ago يعني كان قاعد مستني لسه من اللحظة اللي فايتة دي. ولاحظوا ان الزمن ده كتير جدا بيستعمل في الاجابة عن سؤال ب how long، والاجابة غالبا بتبقى بسنس او فور. يعني مثلا ما اقول how long has she been reading، فالاجابة هتكون she has been reading for 8 hours او she has been reading since morning. وعلى السريع بتنتهي حلقة النهاردة، وما تنسوش تشتركوا عشان تتابعوا بقية الحلقات الجاية المهمة، وبرضو تعملوا مشاركة عشان توصل لغيركم، وتحت في التعليقات تسيبوا لو في اي سؤال عايزين تسألوه، وبرضو تعملوا اعجاب عشان اتأكد ان انتوا فهمتوا النهاردة. ومع السلامة.